واحد من اهم المميزات اللي موجوده في يوتيوب بريميوم ان هو بيسمح لك تشغل اي فيديو في الخلفيه. انا سبق قبل كده من كام يوم وكنت عملت فيديو كده شرحت فيه ازاي تشغل برضك اي فيديو في الخلفيه يعني لجميع انواع الموبايلات، بس كان بتحتاج ان انت تنزل برنامج خارجي لتبع شاومي. عامه هسيب لكم لينك الحلقه في الاي ظالكم حالا دي لو حد عايز يشوف الحلقه دي. يعني النهارده بقى الفيديو ده يعني للناس الملوك، انا بسميهم ملوك بصراحه، اصحاب هواتف سامسونج. عندكم ميزه يا جماعه في البراوزر بتاع سامسونج جامده جدا هتسمح لك ان انت تشغل اي فيديو في الخلفية. ازاي الكلام ده؟ تابع معايا الشرح. طب يا جماعه رجعنا بعد الانترو كالعاده نخش على طول في موضوع الحلقه. بصوا يا شباب، انا مثلا لو جيت هنا كده فتحت البراوزر عندي بتاع سامسونج وفتحت مثلا اليوتيوب وجبت مثلا فيديو، ده طبعا ده فيديو ليا انا مثلا اهو، طبعا الفيديو هو شغال بشكل طبيعي او عادي جدا يعني. طيب لو فرضنا ان الفيديو ده انا عايز اشغله مثلا في الخلفيه واطلع بره بقى واعمل اي حاجه ثانيه والفيديو يبقى شغال، انت لو جيت هنا طبعا ده هتلتزم يعني لازم الطريقه دي او الحاجه دي تكون على البراوزر بتاع سامسونج. انت هتنزل تحت هنا كده وهتيجي على الثلاث شرط دمت وتخش عندك هنا على السيتنج. لما تخش على سيتنج انزل تحت عندك هنا كده عندك حاجه هنا اسمها يوسفول فيتشرز، او انت لو عامله عربي هتلاقيها يعني خصائص مفيده تقريبا يعني. المهم هتخش او مميزات مفيده هتخش عليها هنا كده، هتيجي هنا عندك حاجه اللي هو الاختيار الثالث اللي هو اسمه باك جراوند بلاي، اضغط عليه هنا كده وقول له هنا اون. بعد كده ارجع باك اهوت هنيجي بقى نشغل الفيديو ثاني مثلا. بصوا يا جماعه الفيديو شغال اهوت ماشي 78. انا هطلع بره اهو مهتم جدا بعالم الالعاب. ليه؟ انا واحد زي واخدين بالنا يا جماعه ان الفيديو ما وقفش، انت خلاص بقى ممكن تعمل اي حاجه تانية بقى تشتغل عادي والفيديو شغال عندك في الخلفيه. فبصراحه دي ميزه جامده جدا لملاك هواتف سامسونج. وزي ما قلت لكم لو انت مش معاك تليفون سامسونج وعايز الخاصيه دي، انا في برنامج او يعني كان في طريقه شرحتها برضك لجميع تليفونات الاندرويد يعني. فبس شباب ده كان موضوع حلقه النهارده. لو عجبك الشرح ما تبخلش عليا بلايك، كومنت جميل زي كده، اشترك في القناه لو انت مش مشترك، وفعل زر الجرس. وبس كده يا شباب، سلام.